قصة كل يوم على صفحات الجرائد، نزيف الأسفلت زي الصحافة ما بتقول، سواق نقل أو ميكروباص ماشي بسرعة جنونية أو بيلف على الطريق السريع من غير ما يبص، واحد بيعاكس بنات بعربيته يدوسهم ويموتهم، وفي الآخر بيتعاقب بالسجن 6 أشهر أو سنة بالكتير. اتكلمي في الموضوع يا أستاذ. هو نفس الموضوع، شاب راجع سكران من سهرة حمراء. أحتج لم يثبت إن موكلي كان في حالة سكر يا سيادة القاضي. تقرير المستشفى أثبت وجود نسبة من الكحول في دمه. نسبة غير مؤثرة وناتجة عن أدوية التهاب الشعب اللي بيعاني منها موكلي وبيدخل في تركيبها الكحول يا سيادة القاضي. لما الأستاذة تخلص بتكلم يا أستاذ. على كل حال ما كانش راجع من صلاة الفجر. الخبير الفني أثبت عدم وجود أي عيوب في العربية على الإطلاق. وإيه نتيجة اللي بيحصل ده كله؟ بيوت بتتقفل وأطفال بتتيتم. الإحصاءات الرسمية بتقول إن مصر بتخسر سنوياً حوالي 6000 قتيل و30000 مصاب و4 مليار جنيه خسائر حوادث طرق. خلاص ابني بقى مسؤول عن كل مشاكل البلد. لو اتكلمت تاني هحطك في القفص. طلباتك يا استاذ. 3 سنين الولد يروح مننا واللي عملها ما ياخدش غير 3 سنين. لا حول ولا قوه الا بالله. بس هما لسه قالوا انهم هيدفعوا تعويض. تعويض ايه؟ انا فلوس الدنيا كلها ما تكفينيش في ابني. عندك حق، العقوبه لازم تزيد. مساء الخير يا استاذه. اهلا يا استاذ سامي. انا كنت في القاعه وسمعت مرافعتك، ممكن باخد منك كلمتين؟ الظاهر ان احنا هنهتم بكل قضاياك بعد كده. كم يوم وهروح اقعد في الشاليه. مش معقول الالافات اللي احنا صرفناها على الشاليه وما عدناش فيه اكتر من اسبوعين. طب مش كنت تقولي كنت عملت حسابي وجيت معاك؟ انا عارف انك انت ما عندكيش وقت. ما قلتليش حصل ايه في القضيه بتاعت ابن كمال؟ اتحكم على اللي سايق العربيه 3 سنين. وماما عامله ايه؟ يعني الحكم قلب عليها المواجع، حاسه ان كمال ما خدش حقه. عندها حق، الله يكون في عونها. بقولك ايه، ما تكسب فيها ثواب وتاخدها معاك هي والبنات، يعني تريح اعصابها وتهدى شوي. وانا ما عنديش محكمه يوم الخميس، يعني اخلص شغل يوم الاربع وحصلكوا على طول ونبقى نرجع مع بعض يوم الجمعه. انا اصلي يمكن اقعد هناك مده اطول من كده. ليه؟ هي الأجازة هتطول؟ يعني معلش هظبط وقتي، حتى لو في محكمة بأنزل وارجع لك تاني على طول. نفس الكلام اللي كنت بقوله من نرمين أيام ما كانت بتشتكي إن أنا بسيبها لوحدها. مصطفى ما قلتليش انت طلقت نرمين ليه؟ ما انا حكيت لك قبل كده. ما حكيتليش كل حاجه. يعني في الشغل في المباحث ما بيحبش الشريك، محتاج واحده ست متفهمه مش انانيه زي نرمين. لكن انت ما قلتليش بتسالي السؤال ده ليه؟ ابدا. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. كفايه عياط يا ماما، العياط هيتعب صحتك ومش هيغير حاجه. ده ظلم،
ظلم يا مصطفى، مش عدل. مفيش عدل مطلق في الدنيا دي. بعدين ابني كمان مش اول واحد ولا اخر واحد يتظلم. ما عندكش فكرة أنا سعيدة قد إيه عشان افتكرتني وجيت النهاردة. أنا جاي أشكرك. على إيه؟ كلامك ليه هو اللي شجعني أن أسيب المطعم وأرجع أشتغل في تخصصي. يعني مش عشان شهيرة ضايقتك؟ لا لا لا، شهيرة هي اللي خلتني أفكر، لكن أنت وبابا اللي ساعدتوني فعلا ناخد القرار. ما تزعلش مني يا طارق، المفروض ما تستناش حد يساعدك. صح معروف والغلط بيبان عليه، أنت اللي متردد. ما أكدبش عليكي، انا مريت بمرحله ما كنتش عارف فيها انا عايز ايه. من يوم يا باشا ما اتحقيت حافظ وانا حاطط القضيه دي في دماغي. ما هي بيني وبينك ما تعديش على حد. مصطفى بيه مشي في اتجاه وانا مشيت في اتجاه تاني خالص. حسيت ان اللي عملها واحد من جوه مالها نفسه، عشان كده قعدت اراقبه من بعيد لبعيد. المهم وصلت الحاجه؟ طبعا يا باشا، واحد من الجرسونات قدم استقالته وبسم الله ما شاء الله فتح كافيتيريا كبيره في جنوب سيناء. قدرت اجيبه واثر عليه لغايه لما اعترف. انت بتتكلم جد يا جمال بيه؟ امال ايه يا باشا، كان فاكر انه لما ينام على الفلوس ويطلعها بعد سنه هيقدر يهرب مني. الحمد لله يا باشا مفيش واحد عمل جريمه في دايرتي الا وقدرت اجيبه. يا خساره ليه يا باشا؟ اصل يا سيدي اللي حرد الجرسون وقبضه مات. مات؟ هو أنا اللي كنت فاكر إني جبت الديب من ديله؟ أنت عملت اللي عليك وزيادة يا جمال. كان نفسي ساعد مصطفى بيه يا باشا. مصطفى بيه هيطلع براءة، يعني هيطلع براءة، واللي عمله العملة دي هيتحاسبوا حساب الملكين. دي نمرة مصطفى بيه. ألو؟ أيوة مدام. ايوه انا تحت امرك في اي سؤال، اتفضلي. لا يا فندم مفيش حاجه من دي حصلت خالص، وانا معقوله اخبي على سعادتك؟ لا يا فندم، هو تلاقيه بس متضايق عشان كان بيحب الشغل عندنا في الاداره. لا الامور ماشيه تمام وكل حاجه ماشيه بشكل طبيعي، اطمني يا مدام. يا فندم حضرتك كلميني في اي وقت، انا تحت امرك. مع السلامه.